مهمين جدا. القرار الاولاني هو تعيين كابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني الاول، وتوجيه الشكر لمستر فنجادة عن الفتره اللي قضاها في الاتحاد المصري وادى فيها بكل جهد، وبنشكره جدا نيابه عن مجلس اداره الاتحاد الكوره. كل تفاصيل العقد مع كابتن ايهاب لسه فيها، هيبقى في جلسه ما بين كابتن ايهاب وما بين مجلس الاداره عشان تحديد التفاصيل، الجهاز المعاون، التوقيتات، كل الحاجات دي هتبقى لاحقا ان شاء الله. كان مرشح اكتر من مره في فترات سابقه وفي مجالس ادارات سابقه، والمره دي المجلس الاداره اختار. لسه تحت المناقشه دلوقتي، وفي اكتر من حد برضو ان شاء الله المجلس في جلسته الجايه باذن الله هيتحدد. الاثنين مطروحين.